السلام عليكم كاملين ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على ليسكال في الدول الأوروبية. قبل ما نبدا الفيديو ديالي اللي اول مره يدخل عندي لاشين يورك على الزر الاحمر هنايا باش يتابونا معنا. راه كاينين بزاف ديال الفيديوهات اخرين ويمكن لكم تفرجوا فيهم. ما تنساوش تلايكيو وديروا كومونتير، واللي عنده شي سؤال يقدر يكتبه. الا ما عرفش نجاوب عليه انا راه غادي يجاوب عليه شي واحد بيان سور من هذوك اللي الناس اللي كيسمعوا يقدروا يكونوا كيعرفوا احسن مني. بقاو معايا باش تفهموا مزيان هذا الموضوع. خصكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كيفاش الامور خدامه بالنسبه للمغرب وبالنسبه لهذوك الدول اللي غديروا فيها ليسكال. اول حاجه خصكم تعرفوا ان من الناحيه القانونيه اي مغربي ومغربيه فقط بجواز سفر يمكن ليه يدير اسكال في اي دوله اوروبيه. هذا القانون اللي مكتوب نوار سور بلون ولا كحل على ابيض، مكتوب بحال هكا. ولكن هذا القانون واش كيطبق كما هو ولا كاينين شي حوايج خصنا نعرفوهم؟ هذا هو لوبجي ديال الفيديو ديالنا. اول حاجه يمكن لي نقول لكم، الا لقيتو الفول ديريكت لهذاك الديستيناسيون اللي غتمشيو ليها بلا ما تدوزو من الاتحاد الاوروبي، من الاحسن مزيان. الحاجه الثانيه، الا كانت عندكم شي فيزا شنغن قديمه في الباسبور ديالكم، هذا واحد شي حاجه اللي ايجابيه بالنسبه للاسكال ديالكم في شي دوله اوروبيه. الا ما كانتش عندكم كاينين بعض الصعوبات اللي غنحاولوا نشرحوهم في الفيديو باش تفهموا كيفاش يمكن لك دير ليسكال، وفي اي حاله من الحالات ليسكال يقدر يدوز مزيان. الو، خاصكم تعرفوا الصعوبات اللي كاينين. الصعوبه الاولى كاينه مع الشرطه ومع ديال المغرب، مع الجمارك والشرطه ديال المغرب. ملي غادي تبغي دير ان اسكال في شي بلاد اوروبي غادي يسولوك علاش ما خديتيش الفول ديريكت لهذيك لا ديستيناسيون. يعني الا ما كانش عندك واحد جوستيفيكاتيف ولا كيما نقولوا واحد الفكره اللي واقفه على رجليها، راه ما غاديش يخليوك دير ليسكال باش تكون عارف يمكن السفر ديالك ينتهي في المطار. هذه شي حاجه اللي خايبه وبزاف ديال الناس عانوا منها، وبزاف ديال الناس كتبوا لي وقالوا لي راه وقع لي هذه وقع لي هذه. علاش؟ باش تفهموا مزيان هذا الشيء خصكم تسمعوا مزيان. اول حاجه خاص يكون واحد الفرق ديال الثمن كبير. مثلا بغيتي دير الدار البيضاء ريو ديال جانيرو، ريو جانيرو في برازيل مثلا، البي اللي لقيتي مع اير فرانس وغدير ليسكال مثلا في شارل دو غول لقيتيه مثلا ب 5000 درهم مثلا. انا ما عارفش اثمنه، كنقول اثمنه في حالك 5000 درهم. والبي مثلا مع رويال اير ماروك من كازابلانكا لريو ديال جانيرو لقيتيه ب 10000 درهم، يعني الثمن دوبل. هنايا يمكن لك تقول بان السبب علاش بغيتي تدوز من فرنسا راه هو الثمن ديال التذكره اللي هو غالي بزاف. ثاني حاجه، خاص ليسكال ديالك ما يكونش فايت 6 سوايع، حقاش قد ما كطوال المده ديال ليسكال قد ما البوليس شويه كيدخلهم الشك، تيقولوا راه عنده الوقت فين يقدر يمشي لهذيك البلاد ويدور ليه شي افكار اخرين في الراس ديالو ولا في الراس ديال المسافر هذا باش ما ياخذش طائرة الاخرى، وتما غادي يوقع في المشاكل وديما غترجع اللومه للبوليس ديال المغرب اللي خلاوك دير داك ليسكال بلا ما يبحثوا في الامر. هذه من واحد الجهه. من واحد الجهه الاخرى، امبوسيبل دير ليسكال وانتايا عندك ليسكال مثلا من تيرمينال واحد للتيرمينال جوج، يعني ما خاصكش تبدل التيرمينال. شنو هو التيرمينال؟ التيرمينال بحال قلتي واحد كل مطار مقسم بزاف ديال التيرمينال، بحال دابا المطار ديال محمد الخامس فيه التيرمينال واحد والتيرمينال جوج. يعني في البي ديالك انت خاصك تشوف شنو كاتبين لك في التيرمينال،
لا كاتبين لك غادي توصل للتيرمينال 1 وتركب من التيرمينال 2، عرف راسك راه ما غاديش دير داك الاسكال، واخا ما يكون حتى شي فول ديريكت لديك البلاد. بحال مثلا بغيتي تمشي لكوريا الجنوبيه، اغلبيه ديال الناس كيديروا الاسكال من فرنسا وكدوز لهم. علاش؟ حقاش هذاك هو هذيك هي لا سوليسيون الوحيده اللي عندهم باش يديروها. يعني خاصو يمشي لشارل دو غول، من شارل دو غول يدوز، ولكن الا كان عندك الاسكال فايت 6 سوايع راه ما غايخليوكش ديرو. الا كان عندك ساعتين 3 سوايع تبدل الطياره راه غادي يخليوك ديرو. والا ما كانش الفول ديريكت، الا كان الفول ديريكت راه غيبقاو يبحثوا معاك، يقول لك لا راه العربيه كدير الفول ديريكت، ولا يقول لك مثلا راه غوايا لا ماروك كدير الفول ديريكت. الا كان ولا كان الثمن ديال البي اللي خديتي انت فيه ليسكال غلا من الثمن ديال السوق ديال البي ديال الفول ديريكت، عارف راسك راه ما غاديش دير ليسكال عاوتاني. هادي باش نكونوا مفاهمين. وكاين واحد القضيه اخرى، كاينين شي دول اللي شويه صعبين بالنسبه للاسكال. بحال مثلا الا خديتي مثلا واحد الشركه اللي عندي معاها واحد الاكسبيريونس بيرسونيل اللي كنعرف فريمون الناس اللي ركبوا معاها وقع لهم مشاكل، هذيك الشركه ديال لوفتنسا اللي كتدير الاسكال في فرانكفورت في الالمان. الالمان ما تحاولوش ديروا فيها الاسكال، لحقاش ديما تيكون واحد شيف ديسكال اللي كيجيبوه من الالمان تيكون معاك قبل ما تاخد البي دومباركومون. الا ما كنتوش كتعرفوا كيفاش كتمر الامور في المطار اول مره، راه داير واحد الفيديو اخر يمكن لكم تشوفوه باش تعرفوا كيفاش هذاك الشيء قبل ما تاخد البي دومباركومون ديالك. ديجا واحد جايبينه من الالمان كيحقق معاك علاش خديتي هاد البي وكيفاش ووقتاش وكذا وكذا. يعني راه القانون راه واضح، اي واحد عنده الحق يمشي يدير ليسكال ديالو، ولكن بالنسبه للمغرب هادشي ما مطبقش كما هو. ديما كاينين العراقيل، وهاد العراقيل يقدروا يخرجوك على السفر ديالك. الوغ اذا كانت عندك البي تقدر تاخد واحد التذكره اللي تديك من واحد المكان ا لواحد المكان بي ديريكت بلا ما تدوز من ليسباس شنغن احسن لك. اذا كانت عندك الفيزا ديجا مطبوعه في الباسبور ديالك القديمه عام عامين ودخلتي في الوقت خرجتي في الوقت، ماشي مشكل تقدر تاخد ليسكال. غيقولوا هاد السيد هذا ولا هاد السيده هذه كون بغى يدير شي حاجه راه كان عنده الفرصه انه يدير شحال هذه وما دارهاش. فهمتي؟ يعني هنا كتسهل عليك الامور، انت ديجا داخل لي سباس شنغن عارفينك ماشي مشكل كيدوزوك، كتمشي دوز 3 سوايع ما كيكثروش عليك الهضره. ولكن ديما خصك تفيري في هذه القضيه، خاص لي سكال ديالك ما يكونش فايت 6 سوايع، و بيان سور ما يكونش فايت 6 سوايع ويكون الثمن ريزونال، يكون معروف ان الثمن ديال السوق ديال هذا البي هذا قل من البي ديال الفول ديريكت. حقاش بالنسبه لهم ماشي لوجيك انك نتايا تختار تخلص بزاف باش دير اسكال وتضرب تماره. هذه بالنسبه لهم راه واحد الحاجه اللي مخداماش. شنو هي الدوله اللي يمكن لينا نقولوا راه كتقبل بزاف الاسكال؟ هي فرنسا. فرنسا سورتو لايغوبور ديال شارل دو غول كيخليو الناس يديروا الاسكال. يعني الا كان شي فول بحال هكا راه عندك حظ كبير انهم يقبلوا لك الاسكال. ولكن خاص تعرف ديما كما انا قلتها وانا عاودها، خاص تعرف بان ليسكال في بلد اوروبي كيبقى ديما ريسكي. يعني انت غادي لواحد البلاصه ما عارفش راسك واش غيخليوك بعدا تركب في الطياره ولا لا. اون فوا كيعطيوك البيي دو باركومون كدوز البوليس طبعوا لك طبع داك الختم الخروج، عارف راسك صافي راك غادي دير ليسكال. قبل من هذا الشيء راه ما غاديش تكون سيغ، خاصك فريمون توجد لي زارغومون ديالك باش غتجاوب البوليس وباش غتجاوب دوك الناس اللي غيعطيوك البيي دو باركومون. الا كان هذاك الشيء واقف على رجليه راك غادي تسافر بلا حتى شي مشكل. ما كانش واقف على رجليه ننصحكم انا شخصيا تاخذوا طياره ديريكتومون من البلاصه اللي غتمشيو. ولا كان الفول ديريكت يعني الا كان غير كاين يعني معروف راه كاين راه كتوقعوا في مشاكل. الفيديو هذا درتو باش حتى شي واحد ما يتصيد وحتى شي واحد ما يخرج على لي فاكونس ديالهم. يقدر يكون واخد كونجي واخد وقت، خاسر فلوس، خاسر بيه ديال 8000 درهم 6000 درهم 7000 درهم 9000 درهم، ويكون نو رومبورسابل ولا كيردوا لك غير شويه. كنعرف شي ناس انيولا لهم الفول هما وردوا لهم 50% ولا 30% وكيبقى عندك واحد لامباكت في المورال ديالك شويه خايب. دابا المشكل ان في القانون حنايا معفيين من الفيزا ديال الترانزيت، ومن جهه اخرى كتلقى الصعوبات. ما يمكنش كتمشي تدفع الفيزا ترانزيت يقول لك لا انت راك معفي من هذه الفيزا ترانزيت ما خصكش تاخذها،
وانت من الجهه الاخرى بغيتي تمشي، يعني البال ديالك ما عمره ما غيبقى هاني الا خديتي ليسكال في شي بلد اوروبي. المهم كنتمنى ان الفكره تكون وصلت لكم كاملين وفهمتوا المعنى ديال الفيديو اللي درت لكم، وكنتمنى لكم سفر ممتع. وما تنساوش تابوناو، راكين داك الزر الاحمر تما تابوناو، ما تنساوش تفرجوا في الفيديوهات الاخرين، تلايكيو وديروا كومونتير باش تشجعوا لاشين ديالنا تزيد القدام. شكرا لكم، تهلاو في راسكم.